في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كذب، هذا كذب فاضح. قال أنا أحيي وأميت، لا، قال أنا أحيي وأميت. فلم يرد إبراهيم أن يطيل المجادلة معه لأنه غر جاهل، وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني منذ خلق الله الأرض والكون والشمس المخلوقة لله جل جلاله تشرق من المشرق. إن كنت إلها وتدعي الربوبية وتدعي الملك مع المالك الحق جل جلاله والملك الحق جل وعلا، فغير نظام الكون وبدل نظام الشمس، مر الشمس أن تشرق من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات في سورة البقرة، وسنفسرها في موضعها تفصيلا بإذن الله إن قدر الله اللقاء والبقاء، يذكر الحافظ أن هذا الجبار الظالم أهلكه الله ببعوضة، ببعوضة دخلت البعوضة في أنفه، في فتحة من فتحتي أنفه دخلت البعوضة وبدأت تتغلغل البعوضة إلى أعلى إلى أعلى حتى وصلت إلى قلب رأسه أو إلى جوف الرأس. يا الله، بعوضة! وكلما أحدثت البعوضة هذا الهياج، هذا الصوت الذي يشبه أصوات الطائرات، كلما أحدثت البعوضة هذا الصوت أحدثت له هياجا داخل رأسه، فيضرب على رأسه بيده لتسكت البعوضة، فإذا أحدثت هذا الصوت مرة أخرى ضرب على رأسه لتسكت البعوضة، وهكذا حتى كل الرجل وتعب الرجل. فسلط الله عز وجل عليه خدمه الذين يجلسون لحراسته ولخدمته، كان يشير إليهم ليضربوه على رأسه، ومع أنهم يضربونه على رأسه إلا أنهم يهابونه ويخافونه، وإن الله وإنا إليه راجعون. هذا شأن الجبابرة وهذا شأن الظلمة، يشير إليهم فيضربوه على رأسه، وظل هؤلاء يضربونه كلما أشار إليهم حتى أهلكه الله جل وعلا على كرسي عرشه وكرسي ملكه ببعوضة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا تغتر وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، البعوضة من جند الله، والذباب من جند الله، والريح من جند الله، والزلازل من جند الله، والبراكين من جند الله، لا نقول ذلك رجما بالغيب. قال جل جلاله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فانتبه، لا تغتر بملك ولا تغتر بجاه أو سلطان ولا تغتر بقوة ولا بعلم. حذاري، حذاري أن تنخدع بكل ما أنت فيه، واعلم بأنك مخلوق عبد ضعيف فقير إلى الملك القدير جل جلاله. فالعبودية نوعان، عبودية اختيار وعبودية اضطرار. عبودية الاختيار كلما ازددت منها ازددت رفعة وعزة لله عند الله جل وعلا، ازددت رفعة وعزة عند الله جل وعلا. عبودية الاختيار أن تكون عبدا لله مفتقرا إلى الله، ممتثلا لأمره، منتهيا عن نواهيه، مجتنبا لنواهيه، وقافا عند حدوده، هذه عبودية الاختيار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وأعظم من حقق هذه العبودية على الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة، صفة العبودية، أقصد عبودية الاختيار، ما مدح الله نبينا إلا بهذه الصفة في أعظم مقامات رسول الله، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا، تلك عبودية الاختيار. أما عبودية القهر والافتقار فهي عبودية كل الخلق لله الواحد القهار، لا ينفك عنها ملك ولا رئيس ولا حاكم سواء كان مسلما أو كافرا، فضلا عن أن ينفك عن هذه العبودية، عبودية القهر، أي بشر آخر على وجه الأرض. قال جل جلاله
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالبعوضة بعد كل هذا أقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل استوعبتم المثل أيها الأفاضل؟ إي وربي استوعبناه، إي والله ما كنا نعلم شيئا عن هذه الآيات العظيمة وعن هذه الآيات المبهرة في هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة الحقيرة، فيها كل هذا كأنها عيادة متنقلة، بل مستشفى متكامل يضم عيادات كاملة متخصصة في تحليل الدم والتخدير والتسييل إلى غير ذلك من هذه الآيات العظيمة التي يزداد بها المؤمن إيمانا بالله وثقة في الله وحبا لله ورضا عن الله، ويزداد بها الكافر والمنافق ومريض القلب عنادا وإعراضا وصدا وكبرا وبعدا عن الحق. هل عرفنا الغاية من ضرب المثل؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، إن الله لا يستحيي، ما معنى لا يستحيي؟ وهل الحياء صفة لله جل جلاله؟ وكيف نتعامل مع تلك الصفة؟ والحياء المعلوم لنا في لغة العرب هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. خلي بالك، ده تعريف الحياء لغة عند العرب. تاني، ما هو الحياء؟ الحياء لغة تغير وانكسار يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه. يعني هذا يعني كان في أيام الحياء، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وأنا أتصور أن الحياء قد ذهب، إلا من رحم ربي من رجال ونساء، وهم الآن صاروا عملة نادرة. لا أقول ذلك على سبيل التقنيط أو التيئيس، وإنما أقول ذلك على سبيل التحقيق. أصبح أهل الحياء من الله جل جلاله عملة نادرة من الرجال ومن النساء. وأنا أعجب لحياء أم المؤمنين عائشة، ولا أتحدث الآن عن الحياء بالتفصيل، وقد أفردت لذلك حلقات، لكن إن شاء الله تعالى ربما نتحدث عن الحياء في حلقة قريبة في رمضان بإذن الله عز وجل بالتفصيل. لكن على أي حال، يشدني جدا موقف الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، موقف أم المؤمنين عائشة، موقف حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حين دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجرة الشريفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق. تقول أم المؤمنين عائشة: قبل أن يدفن عمر كنت أتفضل، يعني ألبس الثياب الخفيفة أو الرقيقة أو القصيرة، يعني تلبس ملابس بيتها، كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي. يا الله، إنما هو زوجي وأبي وهما في القبرين الشريفين. تقول: كنت أتفضل وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر بن الخطاب والله ما خرجت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. وهو ميت يا أم المؤمنين، وهو ميت أيتها الحيية الكريمة، وهو في قبره أيتها الحصان الرزان. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا وشبابنا وارزقنا معهم الحياء منك يا أرحم الراحمين. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذا هو الحياء عند العرب وفي لغة العرب. فهل تريد أن تقول بأن صفة الحياء عند الله جل وعلا إنما هي صفة من صفات الله بهذا المعنى؟ كلا كلا، الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة بر وجود وكرم وإحسان، كما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره
هي صفة نثبتها لله جل وعلا كما جاءت في الآيات.